أعزائي المشاهدين، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. وحلقة كل جمعة في دقيقتين. النهاردة هيبقى معانا برنامج الجود لوك لتليفونات السامسونج. البرنامج ده بينزل فبيطفي خصائص على الواجهة وعلى التليفون تقدر تستخدمها من حين الى اخر. طيب النهاردة هنستخدم خاصية التاسك مانجر، او نشوف ازاي نغير الاشكال. زي ما انتم شايفين كده، دي التاسك مانجر بتاعتنا. بصوا عاملة ازاي، ازاي هنغير الاشكال. طب انا الاول بخش على الجالاكسي ستور دوت، وبنزل منه الجود لوك. بكتب جود، واديكوا زي ما انتم شايفين كده هي طالعه ايه في الاول. هي دي جود لوك دوت، بنزله هشوفه عندي كده اهو، نازل هنا اهو. باجي عند الخاصيه بتاعته من تحت، الميك اب او اللايف اب، بخليني في الميك اب، وبنزل على الهوم اب. الهوم اب لما هنفتحه هنشغل من هنا زي ما انا بشاور كده التاسكايه ديت، ونشوف التاسك تشينجر. انا هنا مثلا عايز اخلي على شكل ليست او جريد زي ما انتم شايفين. فبصوا كده اللي هيحصل ايه، بقت جريد عندي بالمنظر ده، ستاك. بصوا كده الشكل هيبقى اتغير ازاي. بصوا اتفرجوا، ده كده الفيرتيكال ليست بتبقى بالشكل ده، بيبقى انا ظهرالي بالشكل ده وبختار منها. او السليم ليست بتبقى عامله كده، بتبقى عباره عن سليم زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. انا بختار الليست بالمنظر ده، ومن تحتها بقى مجموعه خصائص الميني مود، السنتر كارنتلي رانينج ابلكيشن، يعني بيخلي الابلكيشن اللي انت مستخدمه بيبقى في النص. الاب ليبل، او بيظهر الاب ليبل الشكل دوت اللي هو اللي فوق ده شايفينه، واللي هو لما اجي هنا كده اهو اللي هو الشكل ده اللي انا بشاور عليه بالسهم ده. تمام. السيرش بار بيعمل سيرش بار، او بيسيب سيرش بار ريكومند ابلكيشن، بيعمل لي ريكومند ابلكيشن اللي بتبقى تحت، اللي هي بتبقى دي اللي احنا شايفينها دي تحت اهي، مع الخاصيه دي بتاعت الاب. تمام. والبوتوم جيرستشر سنسيتيف، كل دي خصائص انت تقدر تخش وتشوفها. طولت عليكم بس قلت اقول لكم المعلومه دي، ودي حاجه خاصه بالجود لوك اللي موجوده في تليفونات سامسونج، اللي نقدر ننزلها من الجالاكسي ستور بتاعتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله باذن الحلقات الجايه ان شاء الله نشوف الخصائص الجديده ونستعرضها مع بعض. ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، ونرد عليكم على طول. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس. صندوق الوصف اسفل الفيديو في لينكات او لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره واشتروا المعدات دعما للقناه. شكرا جدا لحسن الاستماع، وسلام عليكم.